بالنسبة للدينامية اللي كتعرف الجامعة ديال النقا هو تجانس الأحزاب السياسية المسيرة لها. يعني احنا عندنا واحد الوفاق بين جميع الطيف السياسي الذي يسير جامعة النقا، سواء العدالة والتنمية ولا حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم الاشتراكية، وحزب تجمع الوطني الأحرار. الحمد لله الطفرة اللي كتعرفها النقا خلال هذه السنوات هي وليدة تضافر مجموعة من الجهود، واللي كنشكر خاصة السيد العامل اللي قام بمجهودات جبارة يعني في الدعم ديالنا. والحمد لله حتى ان يعني الاجتهاد ديالنا اتى اكله في مجموعة من المحاور الطرقية، وحسن الترافع اللي الحمد لله نحسبه عند الله هكذا، والحمد لله على كل حال. وهذه يمكن لك انك تقوم بزياره ميدانيه للدوار اللي انا مرشح عليه وتشوف واش كاين الماء دابا ولا لا. هذا اولا، الماء ما كاينش دابا. المشكله في الماء الصالح للشرب هو اتفاقيه شراكه كتربط جماعه نقا بمكتب الوطني الماء الصالح للشرب عبر يعني مجموعه من البروتوكولات. يعني كاين 115 سقايه على موزع على تراب جماعه نقا ككل، وليس دوار محدد او لا دوار معين. بالنسبه للانطلاقه اللي شرفنا عليها رفقه السيد العامل كانت هي انطلاق الخزان الاول اللي هو السعه ديالو 300 متر مكعب، واللي غادي يزود مجموعه من الدواوير اولها منطقه القرعان اللي كيتواجد فيها هذاك الخزان. لحد الساعه لم يصل الماء صالح للشرب الى الدوار اللي كيهضروا عليه. كاين واحد التاخر، هذا التاخر ناتج عن تكسير بعض القنوات ديال الماء صالح للشرب من طرف الساكنه، واللي كتعرف بعض المشاكل الى حد الساعه، واللي كيقوم مكتب الماء الوطني الماء صالح للشرب باصلاحها مشكورا. ولكن خلال يعني مده لا تتجاوز 30 يوم ستكون ماده الماء صالح للشرب معممه على جميع طرف الجامعه. والمشروع الاهم والذي اعتبره اهم مشروع يعني في ولايتي هو تاهيل مركز جامعه نقا. لما كتعرفوا ان المركز بالوضعيه ديالو الكارثيه الان، ولكن الحمد لله الاجتهاد ديالنا وتضافر مجموعه من الاخوان والشباب اللي ساهموا في انجاح هذا المشروع، واللي الحمد لله تمكنا من التمويل ديالو، فهو اصبح اليوم حقيقه. واتفاقيه شراكه تم توقيعها من طرف جميع الشركاء، لم يعد الا اعداد دفتر التحملات وانطلاق المشروع، والذي نتوقع ان يكون بدايه شهر يناير ان شاء الله. والطريق التي ستعرف الانطلاقة ايضا هي الطريق التي طال انتظارها، وهي طريق نقا جزوله، او الطريق المصنفه سابقا 23-21 او 23-17 او حسب التصنيف الجديد، وهي اصبحت طريق جهويه 205، والتي ستعرف الانطلاقه ديالها ايضا خلال شهرين القادمين ان شاء الله.